الموت المفاجئ لعدد كبير من اللاعبين في ملاعب كرة القدم بعد توقف عضلة القلب لديهم أصبحت حادثة متكررة، خاصة في الأعمار الصغيرة، وهو ما يفسره الأطباء بحدوث تسارع لنوبات النبض، ما يؤدي لتطور يعرف بالارتعاش البطيني، ومعه تتوقف عضلة القلب تماماً. جاء سقوط كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك خلال مباراة بلاده ضد فنلندا في بطولة الأمم الأوروبية الحالية لتثير حالة من الرعب، رغم أنه تلقى الإنعاش القلبي الرئوي ونقل لاستكمال علاجه في مستشفى قريب. حالة إريكسن أعادت للذاكرة وفاة لاعب النادي الأهلي محمد عبد الوهاب عن عمر ناهز 23 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية خلال مران فريقه في أغسطس عام 2006. نفس الأمر تكرر مع لاعب المنتخب الكاميروني مارك فيفيان فوي الذي سقط مغشيا عليه في نصف نهائي كأس القارات عام 2003 بين منتخب بلاده وكولومبيا. وفي مباراة ودية بين الترجي التونسي وأولمبيك ليون الفرنسي عام 1997 توفي اللاعب التونسي الهادي بالرخيصة نتيجة نوبة قلبية مباغتة أيضاً. أطباء القلب دائماً ما ينصحون بضرورة إجراء التحاليل ورسم القلب دورياً، وخاصة للرياضيين، للإطمئنان على حالتهم الصحية مع الالتزام بنظام غذائي ملائم لتعويض الأملاح والبوتاسيوم المفقود نتيجة ممارسة الرياضة، حيث يؤدي نقصها لاختلال في ضربات القلب. من مصر، طارق أحمد. ربنا يدي الصحة للكل ويشفي كل مريض. الحقيقة إغماء لاعب الدنمارك إريكسون في بطولة أمم أوروبا امبارح المشهد كان قاسي وصعب، وزي ما شفنا في استعراض التقرير من لحظات إنه ده كان متكرر على فترات لبعض اللاعبين. بشكل عام بقى إحنا بنسمع عن القصة دي بقالنا فترة، ويمكن السوشيال ميديا قربت الدنيا لبعضها، فلو قصة حصلت في أي بلد بنشوفها فبدأنا نستشعر كده إن الموقف ده انتشر. يعني هل ليه علاقة إرهاق؟ هل ليه علاقة بتوتر دنيا ظروفها اختلفت إلى آخره؟ أم أن الأمور الصحية أيضا بتلعب والغذائية كمان بتلعب دور كبير ممكن نكون إحنا مش منتبهين ليه، بنهمله بشكل كبير في الأيام دي، وده طبعا بيبقى لظروف كثيرة أيضا مرتبطة بالحياة اللي اختلفت عن الماضي. معنا دلوقتي اللي تدينا الصورة بشكل أدق دكتورة والأستاذة عليا حسن، أستاذ الطب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني، وهي أول امرأة في هذا المجال، مجال الحالات الحرجة. بحييها وسعيدة بوجودها معنا. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور عليا. أهلا بك يا أستاذ عم. دكتور عليا، المتهم الأول في حادثة إريكسون امبارح وغيره من الحالات هو اضطراب كهربة القلب، صح؟ هل بالفعل هو ده السبب؟ في معظم الأوقات، لأن ده توقف مفاجئ للقلب، توقف مفاجئ ممكن يبقى عدة أسباب. في خلل في كهربية القلب أدت إلى حدوث ارتجاف، وغالبا بيبقى ارتجاف بطيني هو ده اللي بيؤدي إلى توقف القلب. أو إن في سبب أصلا في القلب ومحدش عارف ومحدش شخصه، مثلا ممكن يبقى عنده تضخم في عضلة القلب وهو ما يعرفش ودايما الرياضيين بيبقى عندهم يعني نوع من التضخم الفسيولوجي الغير مرض، الجهد البدني الزائد. بالظبط، اي رياضي حتبص تلاقي نبضه بطيء شويه وتلاقي ممكن يبقى فيه تضخم فيسيولوجي. لكن احنا بنصادف، ليه مش كل الناس بيحصل لها توقف للقلب؟ لازم يبقى يا اما عنده قابليه لكده زي الامراض اللي هو بيتولد بيها، مثلا عنده عيب خلقي في الشرايين التاجيه، شريان تاجي هو مولود بيه انه بيعدي بين الشريانين الكبار الأورطة والشريان الرئوي، ده بيخليه عرضة ان يتقفل على الشريان الرئيسي بتاع القلب فيحصل له توقف مفاجئ لعضلة القلب. مع المجهود الزيادة والعنيف والأدرينالين والرياضة العنيفة ممكن يحصل حاجة زي دي. فبيبقى هو مش عارف، دي حاجة عيب خلقي اتوجد بيه، أو زي ما قلت في عضلة القلب تركيبها مش مظبوط أو كهرباء. حضرتك اتكلمت عن الرياضيين، وإحنا الواقع طبعا اللي أخدتنا لهذا الحوار النهاردة اللي حصلت امبارح.
اتذكر وحضرتك بتتحدثي واقعه الفنان ممدوح عبد العليم، قالوا انه برضو كان في الجيم وكان بيلعب رياضه ايا كانت نوعها بشكل عادي، بيلعب زي ما اي بني ادم بيلعب. وهنا بدات الناس تهتم اكتر في الاماكن دي بانه ما نتكلمش واحنا بنلعب رياضه، ما يبقاش معانا تليفون واحنا بنمشي، لانه ده برضو احيانا بيبقى له تاثير على القلب، بيبقى مجهود زياده. ممكن تفسر لنا الموقف ده؟ لا، لازم يبقى فيه قابليه لحدوث كده، لازم يبقى فيه قابليه اساسا عنده. ممكن يبقى هو كان عنده قصور في الشرايين التاجيه مش متشخص، او هو مش عارف لسه، ما كانش عنده اعراض، مع الاجهاد الزياده فجاه حصل له ازمه قلبيه وده سبب توقف القلب المفاجئ. يبقى ممكن جدا يبقى عندي اسباب بتؤدي الى هذا، لكن اهم حاجه ان احنا يبقى عندنا نوع من الاحصاء، نوع من معرفه حجم المشكله. بمعنى يعني امريكا مثلا عاملين احصائيه، الناس اللي حصل لها توقف مفاجئ لعضله القلب نسبه حدوثها 1 في 1000. تمام. الرياضيين لما عملت حصر بينهم لقت نسبه حدوثها 1 في 50 ألف. احنا بقى في مصر هنا ما عندناش فكره خالص؟ لا، احنا عندنا فكره، احنا عندنا بالعكس، ده احنا عملنا دراسه احصائيه وعملنا كمان مسح احصائي للناس اللي عندها قابليه لتوقف المفاجئ لعضله. كانت ايه النتيجه يا دكتور؟ ما انا اقول لحضرتك، المشروع ده اسمه انقذ حياه. ده مشروع بتقوم به الكليه المصريه لاطباء الرعايه الحركه اللي هو يرأسها استاذنا الدكتور شريف مختار. طبعا بقى لنا 4 سنين بنعمل المشروع ده. بنعمله ازاي؟ شقين، اولا ان احنا بنعمل مسح لمحافظات مختلفه جوه مصر، نشوف الناس اللي بنسال بقى التاريخ المرضي في العيله، هل حد توفى بشكل مفاجئ؟ هل حد عنده امراض؟ سؤالنا ده ادى الى حاله مهمه جدا. شاب عنده 16 سنه ووالدته قالت فعلا هو بيغمى عليه، اصله اخواته كلهم ماتوا فجاه. ده اول مثل خدناه وعملنا له تقييم، كشفنا عليه، عملنا له رسم قلب، عملنا له موجات فوق صوتيه، درسنا كهربيه القلب بتاعته، ولقيناه فعلا عنده قابليه للارتجاف البطيني، وتركب له جهاز صدمات للقلب تكلفته 150 ألف جنيه. ده طبعا بتبرعات. ده من الامثله اللي احنا بنفخر بيها. طب هل دي منتشر، الحالات دي منتشره في مصر او نسبتها كام لكام؟ ما بقول لحضرتك احنا من الاحصائيات اللي عملناها عملنا فحص لحوالي 8700 مريض. تمام. على مستوى المحافظات. 8700 لقينا الناس اللي عندهم قابليه ل او اللي حصل. تمام. يعني الحاجات المثبته بيتوقف على التاريخ المرضي في العيله، مثلا وراثي، الاب والام قرايب. القرابة دي بتعمل قابلية ان الاطفال يتولدوا بعيوب خلقية، ودي حاجة ما حدش واخد باله منها، لان نسبة الحدوث في الناس دول بتبقى اعلى. بس هي معروفة شوية ان مجوز القرايب عندنا في مشاكل، الناس اللي عندهم سكر بقى. لان الناس اللي عندهم سكر قابليتهم لوجود خلل في وظيفة عضلة القلب وفي شرايين القلب، وبالتالي في كهربة القلب بتبقى عالية جدا. فالاحصائية اللي احنا عملناها طلعنا منها بنتائج، اهمها هي ان السكر، الناس اللي عندها سكر والناس اللي هم قرايب واللي عندهم تاريخ مرضي في العيله بالموت المفاجئ، لقينا نسبه احتمال حدوث التوقف المفاجئ لعضله القلب عندهم بيزيد من 8 لـ9 مرات عن اي حد تاني. طب دكتور عليا، في ناس بتقول وحتى اتقال من امبارح بعد قصه لعب الدنمارك اريكسن ان في شويه اعراض الناس ممكن تتجاهلها. حد بيقول انا حاسس ان انا نبضي متاخر شويه، في نبضه ساقطه، واقعه، ان انا شويه بعرق، ان انا بحس ان انا بحالات قيء او غثيان مثلا او دوخه. هل الحالات دي ممكن تكون اشاره لا قدر الله لاضطراب كهرباء، وجع في الصدر؟ وجع في الصدر اهم الاعراض اللي دايما الناس بتتجاهلها. كلت اكله مش عارف ايه، اصلي قعدت قدام التكييف، تسمع يعني اسباب غريبه جدا. أيوه. وكل الناس عندها مبررات، جاهزه، كل الناس دكاتره، بقول لهم ده بياع الذره بقى دكتور دلوقتي من كتر ما بسمع فتاوية. لكن الحقيقه ان اي عرض لازم يؤخذ بعين الاعتبار. وبعدين دلوقتي الرياضيين وبالذات الرياضات العنيفه لازم بيتعرضوا لفحص حقيقي ودقيق، لازم يتعمل لهم فحص اكلينيكي، تعمل لهم رسم قلب،
وموجات فوق صوته. طب ما هيقول لحضرتك هو في اكتر من اللاعب ده بتاع منتخب الدنمارك، الراجل المحترف ما اعرفش فين ده، بيتعمل له رسم قلب ورسم قلب مجهود وبيتحط له شبكه من السنسورز على بس ممكن ما يكونش اتعمل له موجات فوق صوته، وغالبا ما تعملوش، فما عرفوش ان هو ممكن يكون بيعاني من شيء، ان هو عنده قابليه لحدوث الارتجاف البطيني. اوقات ناس بتتولد عندها البطين الايمن ده في بقره بتطلع ضربات وتخليه يوصل للارتجاف البطيني، ده تشخيص من غير اي حاجه كده، من غير حاجه بيبقى مولود بيها، لكن مش بيتشخص بسهوله. طب والاضطرابات اللي بتحصل من خوف، من قلق، من مواجهه ما، يعني بنسمع ساعات عن ناس هل الادرينالين ليه قصه في الموضوع؟ ما توصلش لكده، ما توصلش للموت لا قدر الله، لازم يبقى عندنا سبب. طيب يا حضرتك بترشحي الناس اللي عندها تاريخ عائلي اللي بيحصل له الغثيان، الوجع في الصدر، النبضه الساقطه، حضرتك بترشحي لازم يعمل ايكو على القلب؟ بالظبط، لازم يعمل ايكو خاصه بيلعب رياضه او مجهود بدني. لازم، يعني مثلا زي ما بقول الرياضيين اللي بيتعرضوا، اللي بيروحوا جيم، الشباب اللي بيروحوا جيم، الكلام ده كله لو عنده اي عرض لازم، لو عنده عرض او لازم، تاريخ عائلي لازم يروح يعمل ايكو على القلب. وبعدين في نوعيه برضو من الناس طبيعه شغلهم بتفرض لازم يتعمل لهم تقييم عالي، او زي الطيارين زي السواقين، مش اي سواقين، السواقين اللي بيسوقوا فترات طويله، وفترات طويله وساعات كتير، بيديهم ارواح ناس كتير. طبعا دول الفئات اللي لازم تتقيم وبشكل دوري. طيب اساسا حضرتك نخرج بس الفاصل ونشوف بعد الفاصل، لو لا قدر الله حصل قدام الحاله دي، شفنا لعيبه الدنمارك كانوا ما شاء الله شطار وتصرفوا صح، دي نقطه هتكلم عليها بعد الفاصل، لو حصل ده قدامي اتصرف ازاي؟ ارجوكم خليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره تانية، وبنجدد ترحيبنا بدكتور علي حسن، استاذ دكتور علي حسن، استاذ طب الحالات الحرجه بطب القصر العيني. دكتور علي اهلا بحضرتك مره تانية. اهلا بيك يا دكتور. دكتور لا قدر الله لو اي واحد فينا في مواصله، في جيم، في اي مكان، في شغله، لقى ان حد زي ما حصل مع اللاعب كده وقع فجاه طب على جنبه، يتصرف ازاي؟ حضرتك اللي كان بيشوف الماتش يعني امبارح كان نموذج حضاري جدا للي يتعمل انسانيا ومهنيا. يعني هو لما وقع في الارض مين اللي خد باله؟ زميله اللي جنبه، لانه بالظبط ما كانش في لعبه فيها احتكاك ولا يعني لعبه عنيفه، وقع لوحده، ده لوحده خالص، كان لوحده وطك وقع. زميله علشان هو عنده فكره فراح جاي له، فالاول شاف لقى فعلا مفيش نبض، راح متاكد، اتاكد ان لسانه مش ما اتبلعش، مش قافل مجرى التنفس، مش قافل مجرى التنفس، يبقى عرف ان القلب توقف بدون سبب. ومن هنا بقى قدر يتدخل بالزبط. ازاي انك تحط الانسان في الوضع اللي تبتدي تعمل فيه تدليك، وازاي ان هو الناس استدعاهم على طول. ده بيقول حاجه، لازم يبقى فيه حاجه اسمها CPR باي ستاندرد. باي ستاندرد جهاز CPR والصدمات، مش بس الجهاز، البني ادمين، الجاهزين، الناس تبقى على استعداد، الناس عارفه تعمل ايه وبايديها. طيب معلش، من غير اجهزه. في صوره كانت موجوده للفريق عند حضرتك، هو بيتدربوا الناس ازاي يعملوا الصدمات اللي هي ال 100 ضغطه مباشره على الصدر. لازم يبقى ممكن حضرتك تشرحي لنا، عشان لو ده حصل وما عندناش الجهاز نعمل ايه بالظبط؟ يعني انا جايب الصوره دي، احنا ده اللي بنمرن عليه الاول الدكاتره الصغيرين، وبنمرن التمريض، احنا مررنا تمريض القصر العيني كله في الاقسام المختلفه مش اللي عندنا في القسم. وبعدين ابتدينا نمرن كمان مين؟ الصيادله والفنيين. طب مرنينا كمان يا دكتور. طب احنا عايزين نتمرن والمشاهدين معانا. احنا مررنا البنك الاهلي بالظبط، اهميه المؤسسات اللي لازم يكون فيها التمرين ده علشان بالزبط الناس تبقى على هي استعداد كفينها ناحيه القلب على الشمال. لازم الاول الكوع ده يبقى مفرود، ليه؟ علشان هي بتفرد ايدها كده وبتنزل بتقلها بوزنها، فالوزن لازم يبقى نازل على الايد المفروده والايد الشمال، الايد اليمين على الايد الشمال، علشان هي دي القوه اللي بتنزل بيها على الجزء الوسطاني من عظمه القصر، الجزء الوسطاني ناحيه الشمال، هو الوسطاني. ده تحتيه القلب. الهدف من ده ايه؟ انا بضغط على القلب وبشيل تاني ايدي، الضغطه دي يبقى معناها كاني القلب ده بيضخ الدم للاورطه وللمخ ولاعضاء الجسم. لما بشيل ايدي انا بدي فرصه ان القلب ده يملى تاني. هو القلب ما بينقبضش ولا بينبسط، هو متوقف.
فالمساج ده بيحرك القلب بالظبط. انا بقوم بوظيفه القلب ان انا اضغط، انا كبني ادم بحاول اقدم الوظيفه بالزبط. دي للقلب لانه متوقف. أنا يهمني ايه؟ كم مره يا دكتور يعني العمليه دي؟ العمليه دي الاول كنا بنقول 20 ل 2 نديله نفسين، دلوقتي لا قالوا 50، دلوقتي 100. يعني معناها كل همنا ان احنا نحافظ على ان الدم يوصل للمخ 100 ضغطه متتاليه في الدقيقه، في الدقيقه تقريبا دقيقة. يعني متتاليه يعني، ولازم حد يديها مظبوط ان مزبوط. زي ما بقول في المكان مظبوط بينزل بتقله ووزنه كله عليها ولازم يعني هو اللي هي الجزئيه دي يا دكتور لا فين؟ تحت كده كده هتيجي على هنا بالظبط، هنا هو في نص القفص الصدري بالظبط، في النص بالظبط التلت مع التلتين هو الجزء ده. وايه الاشاره بقى يعني امتى يبتدي يتوقف عن الضغط؟ يعني هل لو نبض رجع هل ده بيستشعره بسهوله؟ اقصد انا كواحده عاديه يعني انا مش دكتوره، لازم بس حد يبقى عارف انه بيحط ايده على النبض الشريان السباتي، هو ده اكبر شريان يبان فيه على طول عمليه النبض سريعه بالظبط كده، عيني عليه قبل حتى بيبان هنا أصلاً قبل الايد احسن، قبل هنا احسن انه بيبان بشكل اوضح، هو ده اللي احنا بنعمل تشيك بيه. وفي نفس الوقت بتحس ان النبض ابتدى يرجع، العيان هيبتدي يفوق بس اقصد ان الافاقه ممكن بتكون بتتاخر شويه لكن انا على طول وانا بعمل ببتدي احس لو النبض رجع خلاص النبض رجع ايوه، يبقى معنى كده القلب اشتغل. 100 ضغطه في الدقيقه متتاليين بهذا الشكل والايد مفروده ورا بعض، هي لازم تبقى مش بسرعه قوي لازم السرعه لازم بنعد دايما بنعد واحنا بنضغط علشان ندي فرصه للقلب يملا، لانك لو عملت بسرعه قوي مش هتدي فرصه للدم لازم انه يرجع علشان يرجع يتضخ تاني في الدوره الدمويه. طيب دكتور اهميه اللي حصل امبارح من المحيطين باللاعب يعني اهميته ليه هو؟ لانه طبعًا. زي ما قيل انه ده كان موت يعني وعوده للحياه. هو الحقيقه المحيطين بيه تصرفوا بشكل انساني رائع انهم حوطوه وهم بيسعفوه علشان الناس ما تتفرجش عليه. بداوا كمان هم يغطوه اساسا لغايه ما الاسعاف جم وحطوا ما حدش يتفرج عليه يعني بصي عملوا عليه كردون، عملوا عليه كردون امني يعني دكتور علشان ما حدش يشوفه. في حاجه بقى هنا لو في اماكن كتير بنشوف شوف حركه الفراغات هم سايبين مساحه للهواء يدخل هم غطوه بس سايبين فرصه في اماكن مظاهر ثانيه لو في واحد مغمى عليه بنلاقي الناس كلها راقده عليه يعني مش واقفين ده راقدين عليه قافلين عليه الهواء. خطوره ان احنا نقلل نتزاحم دي يعني هل ده خطر؟ طبعا انت كده لازم تدي فرصه للناس اللي تعرف تنقذه هي اللي تشتغل تتصرف. هم وقفوا عملوا الحلقه دي علشان ما الناس ما تتفرجش عليه صحيح نقطه مهمه، لكن ما حدش قرب له ما حدش بقى فوق دماغه. الناس اللي اتصرفت بقى بسرعه الاسعاف عقبال ما جت كان خلاص هو فات كان قبل ما نزلوا بجهاز السي بي ار اللي حاطينه على كتفهم بالظبط. جهاز الصدمات الخارجي ده جهاز مهم جدا موجود في كل المطارات على مستوى العالم، موجود في كل المؤتمرات، المفروض بيتوجد في كل مكان فيه تجمعات كبيره واستعماله منتهى السهوله. ده مجرد ان هو بس يبقى متاكدين ان هو مشحون بتاخده وبتوصله على الصدر وتدوس على زراره، ده بيوقف الارتجاف البطيني ويرجع القلب يشتغل تاني. الحقيقه كمان كان في صوره حلوه للجمهور، الجمهور استنى لحد ما اطمن ساعه لانه بالظبط مش يعني هو خرج اساسا من الملعب الجمهور ما مشيش وفضل كده متكاتف ومساند كمان لاصدقائه ولزملائه لحد ما يطمنوا عليه واعلنوا للجمهور انه الدنيا بقت يعني تمام. الفرق بين كل المشهد فيه ايجابيات كتيره الحقيقه، الفرق بين اللي حصل امبارح في الملعب ده لو قارناه باللي حصل معانا سنة 2006 مع محمد عبد الوهاب احنا فقدناه. اولا ان ما حدش كان واعي يتصرف معاه ازاي، ما حدش قدر ان هو يلحقه بسرعه في الملعب عقبال ما جت الاسعاف ده الوعي والتدريب اللي حضرتك بتقولي عليه بالنسبه للاماكن الاكثر عرضه لازم للتعرض. النوادي الرياضيه طبعا. يا جماعه النوادي الرياضيه، النوادي الرياضية كلها مدرسه جامعه اي حد هيلعب رياضه لازم يتعمل له تشيك حقيقي عظيم. قبل ما يلعب. شكرا دكتور علي حسن استاذ طب الحالات الحرجه كليه الطب القصر العيني، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك يا عمرو، شكرا جزيلا، ربنا يحفظكم ويسلمكم من كل سوء، ربنا يا رب يحفظ الجميع وتصبحوا على خير.